أجواء حماسية جدا لكل محبي رياضة الام ام ايه، ولسه مكملين كلام عنها لأنه هي في الحقيقة رياضة استثنائية، يعني موجودة على أرض العالمين الجديدة. كل الأنظار بتتجه نحو البطولة القاضية للفنون القتالية بمهرجان العالمين. خلونا نعرف تفاصيل أكتر من التقرير اللي جاي. I have a lot of dream about MMA. من توجو بدأ لعبة الـ MMA متأخر مش بدري، بقاله تقريبا سنتين. هو طبعا أول مرة بالنسبة له اللي هو يلعب هنا على الساحل أو في الساحل الشمالي، يعني الريكورد بتاعه 2 مكسب و1 خسارة، وهو مقيم هنا في مصر وبيلعب في بوكسينج أكاديمي. In this sport. He always pushing me to give my best. على من مدينة، يعني أنا عايز أقول لك أول ما دخلت أنا يعني كأني مش في مصر، في أوروبا عامة. وبعدين يعني تديك حافز إن أنت تطلع اللي عندك كله. أنا توقعاتي لنفسي، أنا أي حد فايتر بالذات أنا عن نفسي، أتكلم عن نفسي يعني هبقى رقم واحد بإذن الله. بتمرن MMA بقالي 3 سنين، كنت بجهز عادي الماتشات بتاعتي العادية اللي هو التمرين بتاعي العادي، لحد ما قضية عرضت عليا الماتش ده مع حد من دولة في أفريقيا، وأنا أكسبت الماتش على طول عشان أصلاً بتمرن على طول، وكنت حابب أختبر مستواي مع حد يعني من بره مصر. دلوقتي الإيفنت كله مصريين ضد أجانب، أنا الفايت بتاعي الوحيد الأجانب المصري ضد مصري، وده ماتش متعاد لعبنا قبل كده وأنا كسبته وهلعب تاني إن شاء الله هكسبه تاني. فدي حاجة كبيرة ان ايفنت يتعمل في العالمين، فان شاء الله تبقى حاجة كويسة. صراحة أول مرة يعني ألعب يعني على المكان مثل هذا، ما شاء الله عليه، عجبني المكان وعجبتني يعني عجبتني مدينة العالمين. شيء الحمد لله استعدادات كانت كويسة، استعدادات مع النادي تاعي في المغرب في مدينة القنيطرة، وكانت الاستعدادات حلوة.